وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لمنع ضباط ومنتسبي الجهاز من التدخل في الشأن السياسي والانتخابي. وشدد في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لمحافظة نينوى على أهمية الوقوف بمسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات. كأجهزة أمنية احنا وجهنا بناء على توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المحترم، وجهنا جميع منتسبين الوقوف بمسافة متساوية مع كل المرشحين أو أمام كل المرشحين. احنا واجبنا مهني حرفي، ليس ترويج لشخص ولكتلة ولأي من المسميات الآن اللي مطروحة بالشارع، وهذا هو واجبنا. واجبنا أمن، واجبنا أمن مواطن. احنا في جهاز الأمن الوطني مهمتنا أمن المواطن ومحاربة الفساد، فإذا من خلالكم نطمن أهلنا وناسنا شيوخنا وعشائرنا بصورة عامة أنه لدينا استعداد كامل لبسط أو بسطنا السيطرة على الساحة، والآن نناقش على الثغرات الموجودة حتى نردم مبدأ أو حالة الهوامش المفاجآت. فإن شاء الله التطمين موجود، ولكن مطلوب من مواطنينا أن كما وقفوا ويانا في معركتنا ضد داعش يقفون معانا الآن في خلينا نقولها أيضا معركتنا الانتخابية.